كاب اف ام الكلمة ليك. مساء الخير. مساء الخير. عسلامة سيدي. عسلامة. مرحبا بك. قداش عمرك؟ بيك عايشك. عمري 21 سنة. تقرا سي سور؟ اي نقرا باك سنان حي. ايوه مرحبا بك سيدي وربي يوفقك ان شاء الله ربي ينصرك. مرحبا بك سيدي تفضل. عايشك. عندك حكاية سي سور؟ اه عندك حكاية؟ ايه تحكي لي. تعرفت على فتاة على سير فيسبوك. ايه الفيسبوك؟ العلاقة بدت استنى ساعة دقيقة. قبل انت حليت الفيسبوك نتاعك؟ اها. وين مشيت؟ هي امي معي من قبل. امي معاك من قبل تعرفها انت في الدنيا؟ لا هي امي وفهمت شو الحكاية طريفة شوية. احكي لي. هبطت في ايش هبطت فيه استطيع فهمتني فيه تفدليك. نشكر كل اميات اللي معايا واللي محكوش معايا نشكرهم فهمتني على التواضع نتاعهم. بدت راجعت فهمتني كومنتات معايا فهمتني انا تواضعت حكيت معاك وكل شيء بدينا نحكوا الحصيل. بعد شوي هزت النمره نتاعها نحكوا شنو في حياتك وشنو حاصل. حكينا على الامور الشخصيه. شنو حكيتوا على الامور الشخصيه؟ شنو تعمل في حياتها؟ عندها تقرا ما تقراش؟ حاصل تعلقت بها. بعد بدنا نحكوا بروموات في الليل. بروموات بالتليفون؟ اي بروموات. الكتيبه ما عادش تكفي؟ ها؟ الكتيبه ما عادش تكفي؟ اي ما تعبر الكتيبه. استنى اش عبرتوا بالكتيبه انتم؟ فيش حكيتوا بالكتيبه في كل شيء ولا في حاجات معينه؟ لا في حاجات معينه. في حاجات معينه. المره الاولى شنو فهمتني فين تسكن؟ الاسئله العامه. يا اخي اسمك هذاك صحيح ولا تصويرتك هذيك هي؟ فهمتني. بعد هي قررت معناها تبعث لي الفوتو نتاعها الرسميه. هي دونك تصويرتها مش الحقيقيه. اي خاطري مش حاطه تصويرتها الحقيقيه. يعني هي احلى التصويره الحقيقيه ولا اللي في فيسبوك؟ بيصير هي مش الحقيقيه هي اللي احسن. اللي مش الحقيقيه هي اللي خير. خاطر فنانه هنديه ستسمع شنو الهندويه هذيك اللي شعرها كحل ماي. انت هذيك انت تعرفها؟ انت الممثله الهندويه ما عرفتها كان بعد يظهر لي. انت تتخيل من الاول هذيك تصويرتها؟ لا قولي الحق. لا اسمع احكي معايا بصراحه. ايش نقول؟ كان تحكي معايا بصراحه تلقى واحد المزمن كان مش عيب. والله انا بيدي معناتها الموضوع هذا يحكيه لي 4 ولا 5 من الناس. كل واحد يمشي لتصويره الممثله الهنديه وابتسامها هي كارينا كابور. كارينا كابور هكا واحده بركه في الهند تمثل. اي تي ماي هذه المعروفه واللي يحطوا تصورهم البلاد يمشيوا في بالهم الاولاد هذيك هي. يا اخي تطلع لي خاطر تشبه شويه العربيه. حطيت تصويره الماريشال عمار. هي احكي لي. هي انت تتخيل هذيك تصويرتها بالحق؟ لا يا سي علي خاطر باينه هي معروفه الممثله. باهي تي مش مشكله ما يغيرش. قلت لها ماذا بيا تعرفني على شخصيتك اكثر وماذا بيا. عجبتك تصويرتها في الدنيا ولا؟ باية. لا اسمعني باية. لا 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 احكي معايا. اقول لك حاجه يا سي علاء. عجبتك ما عادش تقول لي سي علاء، قول لي علاء ولا خويا علاء. باية خويا علاء. هاي يا مدير ما عجبتك خطرة ما نعرفش المجامله خطرة مسرح انا اي حاجه نقول لك. اي مثال اي ما عجبتكش برشا. لا هي مقبولة باهي فهمتك. فتاة عربية فهمتني. فهمتك اللي بعده باهي. عملتوا بروموت؟ اي بعد هزت نمرة صح بدينا نحكوا فهمتني. قلت لها على حاجة صحيحة انا راني زدت تلميذ ما فهمتني وماذا بيا معناتها العلاقة نتاعنا هكا عادية انا علاقتنا مع بعضنا وحتى السهر ربي فهمت. هي من بعد قعدنا حكيت عام هي برسك عام 6 شهور لولا صفا قعدنا. شو عام بالتليفون والفيسبوك؟ اي عام. ايش حكيتوا؟ مش نقول لك عاود لي ايش حكيتوا؟ وين وصلتوا في الحكايات؟
لا نحب نشوف النتيجة وين وصلت. أنا هذا العلاقة معناتها شنو في المرياج فهمت مع بعضنا هذا قبل ما تتقابلوا؟ لا تقابلنا استناني يعني تقابلنا. بعد قداش قررتوا باش تتقابلوا؟ بعد ستة شهور عام؟ لا بعد حكيت شهرين كيكا ما قررت باش نقابلها فهمتني بدنا نرتاح لبعضنا. تقابلتوا؟ تقابلنا في كافيه قعدنا مع بعضنا حكينا فهمتني أعطيتها اللي عندي وأعطتني اللي عندها باهي واضح باهي. بعد ستة شهور اكتشفت ان هي بدت شوية أكاذيب فهمتش كيف اشترى؟ المرة الأولى هي ما قلت لي عمري 20 سنة على قدي أنا ما على اشتلعت على عام نور اشتلعت. بعد نحكوا مع بعضنا في كما يقولوا فعل تصديك يجيب حاجات صحيحة اشتلعت تصدلك وفي طار تصدليك ظهرت هي زايدة علي بعام 21 سنة مش مشكلة لا مش تي مش كذبة ذي تي برا ماك تعرف صادف برايا تتعرف على وليد سي نورمال باش يظهر الوليد أكبر منها وعيب عليه ما تظهر لها عيب شوية باش تقول اللي هي أكبر منك بعام هذيك تلقاها حشتها بيك تحبش تسيبك يمكن ما أعرف. بعد بدت ذاك الحكاية هذيك بدت مساك ماش عاطي فيها ثقة فهمتني منك الحكاية هذيك ماش عليك العام الزيت مادام وصلت معناتها توصل تعمل حكايه كيما هكاك اكيد باش تعمل حكايه اخرى. انت كبرتها شويه الحكايه مرتاحه معاها؟ لا انت كبرتها شوي يمكن ساعه انا فهمتني ما عادش مرتاح مع عبد اذا معناتها كذب عليك حكايه صعيب مهما يكون بساطتها ومهما يكون اول ما حكينا مع بعضنا انت صعيب يا سيدي ما يسالش انت صعيب وين وصلت من بعد؟ بعد كنا نحكر حاصل بقيت بقينا بدينا عارك وكل شيء بعد تعمل لي ربوش يخطبوني يجي يخطبني فهمت المرة الأولى صدقت أنا بعد جيت نشوفك معناتها بقينا جي جمعة كيك ما حكيناش مع بعضنا كلمتني قالت لي أني يعني بطلت على خاطرك. بطلت على خاطرك فيش؟ ايه لا بطلت شنو على خاطرك؟ ما هي على سمحني بالكلام هي قالت لي أنا ثم واحد باش يخطبني هو بالحق؟ لا ما ضرتش بالحق سيالة بعد معناتها بأمور الأيامات كل شيء فقط زوجتك بشوي تو نحكي لك بعد كي رجعت صدقت قلت أكيد رجعت علي أنا وتحبني أنا وكل شيء وتعرفني نزلت نقرأ وفهمتني ما نخدمش ما زلت معناتها في قراية وقت العام ذاك في زياماني قاعد زي شرك كيكم بعد رجعت نفس الحكاية قلت لها أنا راني نزلت نقرأ ما نجيبش نمشي نحكي مع دارنا في حكايه كيما هكا انا نقرا تو مازلت معناتها تحت معناتها مشني وحدي حاسس بدات شوي هيك معناتها نفس الحكايات بعد تدخل فيها في امور حكايات اخرى شنو هو الحكايات الاخرى لا ايش بك تضحك امور جنسيه ايش هي المشكل اي كيفاش؟ ما قبلتهاش انا هي بدات ولا انت بديت؟ لا هي بارك الله عليهم اليوم أي. كلهم بداوا البنات كلها اي شنو اللي قالت لك؟ هي بدات معناتها بامور خطرة انا تو مش في البلاد اللي تسكن فيها هي الطفله فهمت انا نقرا في نابل هي في بلاد اخرى من غير ذكر اسمها بلاد في تونس يعني ولا مدينه ولا تقصد بلاد البرا من تونس؟ لا مدينة لا في سميس في مدينة في جنوب في الجنوب ايه فهمتني اي كيفاش بديت قالت لك؟ قالت لي ماذا بيا نتلاقوا وكذا قلت لها انا نقرا تو ما نجمش وكيفاش نهبط لك في الجنوب انا معناتها نقرا تو خاطر عندي معناتها نسكن في الجنوب انا زاد نقرا في نابل حولك قلت لها ما نجمش معناتها نهبط للجنوب قلت لي حاولوا كيفاش وكذا في الصيف هبطت للجنوب وكلمتها وتقابلنا وكل شيء ما نهبط كان في العطل بس معناتها تلمح الحاجات ماشي مش سافا شنو هي الحاجات اللي مش سافا؟ حاجات معناتها غير اخلاقيه ونعتبرها انا غير اخلاقيه شنو هي نقولوا لك اخلاقيه ولا غير اخلاقيه؟ نعطيوك راي اخلاقيه ولا مش اخلاقيه؟
تشبيك تضحك؟ في أمور ساكت فيه تي تي ما قلت أنت هذا، أنت قلت قبيلة عاود طلبت منك الطلبات هذيك أنها تقيم معاك علاقة جسدية في الوقت هذاك، معناتها هي كي طلبت مني كي لقيتها فهمت؟ أه؟ كي طلبت معناتها الحكاية هذيك أنا وقتها لقيتها فهمتني في كي هبطت البلاد. إي وقتها تقابلته. إي طلبت منك الطلب هذا إيش قالت لك؟ قالت لك كذا وكذا، إيش قلت لها؟ معناتها تنفس ما كنتش معناتها متوقع أن هي معناتها باش توصل لك الحكاية هذيك، ما عبد معناتها شفت كنت تصور منه حكاية معناتها ما مش في وقت يعني انت حاجة. منظورك للجنس في منظورك للجنس مع البنية هذية في غير العلاقة الطبيعية وفي غير العلاقة المعقولة اللي هي الزواج، ترفض هذا وتعتبره مسألة غير أخلاقية، هذا اللي حبيت نفهمه. أيه فهمت هشام، هذا هو المقصد متاعه. أي باي ما انت ما حبيتهاش، ما انت قلت هذه حاجة أخرى اللي شدت عليها أبار كذا فهمتني، قلت ما دام حكيت معي أنا فهمتني حكاية كمان كنت نجم تحكي مع أي واحد أخر. وانت ضد الحكاية هذه؟ سامحني، انت ضد كونه تحكي في شيء هذا؟ لا مش يحكي، طلبت منه بشيء. لا لا، هو مع نفسه مع ذاته عندك مشكلة كيف تحكي في شيء هذا؟ في أمور غير شرعية عندي مشكلة خطرة. مشكلة كبيرة زادة. تصلي انت؟ تصلي انت؟ لا اما مشكلة وزادة شفت السياسة متاع الشيوعية، اما نكرهها الحكاية. شو الشيوعية؟ انا شيوعي. تبع حما انت؟ اي عليه انت تنتمي للحزب العمال الشيوعي؟ في بالك اللي حما ثلاثة جماعات التالي حب يقص علينا اللي سيت بونو الولوج الى اللي سيت بونو ولا ايش هما الشيوعيين؟ اي ما طلبوه في انترفيو قالوا له هل انت مع حجب او قال مع حجب؟ معاش حجب المواقع الاباحية، معناها كان باش يرجى الشباب التونسي في يا في سام الواحد كما قلت كل واحد ورايه فهمت، كل واحد ورايه فهمت. ما هذاك زاد هذاك نتاع الزوالي زاد هذاك حاجه كيكه، قلت سياسي مش سياسي شيوعي مش في كل معناتها في كل شيء معناتها نمشي معاها في حكايه منك معناتها نحط في بلاصتي معناتها كالطفله هذيك راي اختي معناتها راي امي ما ننساش ان هي معناتها فهمت. لا نحترم رايك دكتور ليكا نحترم. ما زلت معناتها ما عملتش معها علاقه رسميه قانونيه معناتها مصحح عليها ما نعمل حتى شيء معناتها فك الحكايات هذيك ما تعمل واضح. لا واضح ونحترم رايك. اي ومن بعد؟ بعد بديت بصراحه سامحني في الكلمه دي بديت نجبد في روحي فهمتني، نجبد في روحي خاطر ما عادش مرتاحه معاها. ما الواحد يقول له فا كل شيء بالكتبه كل شيء كيف اي بالكتبه مش مرتاح معها بشوي بشوي لين جبدت روحي معها فهمتني. بعد بدت تعمل لي معناتها في شوي مشاكل فهمتني. شو عملت لك؟ مع اصحابي مع كل شيء في شنو هي المشاكل؟ شنو حتى مثال نعمل كومنتير مع اصحابي فهمتني كلها في عالم الافتراضي في الخط فهمت. وش تقول؟ وش تقول؟ تتحكم عليك؟ ايه معناتها حاجات ما انت تقول حتى كلام لا اخلاقي فهمت. هي بلوكيه خطبت من فمي هي بلوكيه شفت نبلوكيها تطلع بفيسبوك واخر نقاش نبلوكي في الناس كلها انا معناتها نبقى وحدي نبلوك الفيسبوك كله نرتاح. لا ما وانا كنت تنجم تلذيها وتقص الحكايه مره واحده وكو. لا انا حتى كي جبت روحي معناتها جبت روحي مع حاجه معقوله معناتها قلت لها ما عادش نتوافقوا مع بعضنا و اي سيبتك تو في الاخر ولا ما سيبتكش؟ لا صايه هي تو اما ما زلت شوي معناتها مشاكل بيني انا واخوها. علاش دخل اخوها في الحكايه؟ اخوها دخلت في الحكايه فهمت كيفاه؟ قالت له وحكيت له كذبت عليها؟ كذبت على اخوها؟ ما عرفش كيفاش الحاصل معناتها تقلبت علي ايه ما هو حاجتين يا اما باش تحكي لخوها كذبه باش تدوروا عليك باش نجم يحكي معك، ما نجمش تقول خوها راهو السيد هذايا راني تحب نعمل معاه علاقه جنسيه راهو هارب مني راهو هارب مني. ايه هكا قالت قالت له راهو قلق فيا فهمتني كذبت اي انت ما في البلاد كي نمشي معناتها مش مرتاح معناتها يولي معناتها يجيني هو
خطر في الجنوب متعصبين برشا فهمتني. لا 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 مش الجنوب يكون متعصب برشا ما مش مش لا في المنطقة اللي نحكي لك عليها. لا لا ما نقولوش متعصبين نقولوا محافظين محافظين وما يحبوش ما يحبوش العيب في بلادهم حاجة عادية باهيش باهي. ووصلت في الأخير إيش عملت؟ حصلوا بشوي بشوي الأولاد اللي معايا فهمتني فهموا في الحكاية راهو معناتها صارت معناتها علاقة معاهم علاقة معناتها لدى مش خايبة فهمتني. باهي وين وصلت وين وصلت حكايتك معاها هي خليني من خوها قصيتها علاقة مع لا قصيتها علاقة معاها فهمت. باهي وتوا مازلت على الفيسبوك؟ مازلت في الفيسبوك؟ لا لا تو مازلت في الفيسبوك. ما عندكش علاقة أخرى؟ ما عملتش علاقة جنسية في الفيسبوك؟ لا لا بالكل بكل بكل في التليفون؟ لا باك البروموات شيء؟ معناك تبدأ تحكي معك طفلة في التليفون في الليل تبدأ رايد عاقل أنت يا؟ ساعات ساعات مش ديما. لا لا يضحك هو لا يا يعني ساعات انت ساعات مش جاوب صحيح ولا؟ لا لا صحيح. شنو هو اللي صحيح؟ صحيح عملت يعني في فترة في فترة المراهقة. لا 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 خدش عمرك لا مش معها هي لا مش مع واحد اخر فترة المراهقة نذكرها مع فهمت يا 18 سنة انا مع سيدة هذه ما نتها ما عملتش فهمت. المهم عندك تجربة جنسية افتراضية من الاخر هاي ما نعديش تخبي فيها علينا ساعة غير بقى وإحنا نحكي وإحنا لا 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 نحكي لك يحكي لنا عن التجربة الجنسية الافتراضية اللي عشتها توخي سايب علينا من الأخيتنا الأخرى اللي عشت معها الأخرى كيفية فترة مراهقة هي خلينا من فترة مراهقة أي في دقيقة في دقيقة تبادل معناتها كما نقول فيها تبادل جنسي في بار تليفون فهمتني توصل للماستيرباسيون فهمتني في حكايات معناتها تبادل توصل للماستيرباسيون ولا توصل للماستيرباسيون العادة السرية وحدك ما وانت تتكلم فيها اي ما واضح واضح واضح. شكرا لك سيدي على على المشاركة معنا انونيم يعطيك الصحة. كاب اف ام الكلمة ليك